السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي في شرح يونت 8 الوحدة التامنة من منهج كونكت 5 الترم الثاني وعنوان الوحدة at the doctors at the doctors معناها في عيادة الطبيب طيب يبقى at the doctors في عيادة الطبيب نبدأ بالدرس الأول زي they didn't come to the club they didn't come to the club معناها هم لم يأتوا إلى النادي يبقى زي ديديت دي, 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 دي معناها لم اللي هي نفي الماضي لم قام ياتي to the club هم لم ياتوا الى النادي اوكي نبدا بالكلمات معايا اول كلمه اريك 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 معناها الم الاذن او الم في الاذن كلمه ايك يا حضرات كده معناها الم ايك ايك اوكي اريك اريك to sick, to sick, backache, 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 headache, headache الصداع, headache أوكي جاي من head الرأس وache ألم يبقى ألم الرأس اللي هو الصداع أوكي نكمل مع بعض sore throat, sore throat, sore throat التهاب الحلق sore throat, a cold a البرد أو الزكام كوف كوف كحة أو السعال stomach ache stomach ache stomach ache اللي هو ألم المعدة أو المغص اسمه stomach ache أوكي نكمل مع بعض الكلمات ankle ankle كاحل القدم ankle back back الظهر shoulder shoulder الكتف Stomach. stomach, المعدة, honey, honey عسل, dentist, dentist. طبيب الأسنان, problem, problem. مشكلة, people. people, الناس, okay, couch, Coach sorry couch. couch, المدرب, careful, careful حريص, leg ساق, leg ear ear أذن أوكي بكم بعض في الأفعال أفعال الغير منتظمة hurt hurt have has had the best form of have or has had come came come came يأتي feel felt feel felt okay نكمل مع بعض الاكسبريشن تعبيرات والبروبوزيشن وحروف الجر فيل بيتر فيل بيتر يشعر بتحسن او يتحسن وريد اباوت وريد اباوت قلق بشان اي هوب سو اي هوب سو اتمنى ذلك ا فوتبول براكتس ات فوتبول براكتس ات فوتبول براكتس في تدريب كره القدم اوتش اوتش تعبير يدل على الالم from swimming from swimming من السباحة هنا عندي محاسة بين مام and فارس فارس and مام مام and فارس اوكي مام هاي فارس اهلا فارس did you have a good day at the club هل قضيت يوما جميل في النادي احنا خدنا زمن الماضي الترم الاول وعرفنا بنسال بديت did you have a good day at the club فارس naturally ليس حقا only five people came to the club today خمس أشخاص بس جم إلى النادي اليوم mom oh no oh no لا are they okay are they okay هل هم بخير are they okay are they okay no they have problems لا لديهم مشكلات my friend tarek hurt his ankle صديق طارق أذى أو جرح أنكل ركبته عنده أصابة في الركبة. Okay. At football practice last night في تدريب كرة القدم الليلة الماضية. Last night. And عمرو has an إراك from swimming. And عمرو وكمان عمرو has an إراك. إراك قلنا ألم الأذن from swimming من swimming من السباحة. Okay. Mom What about your cousin لما؟ ماذا عن بنت عمك لما your aunt said she had a toothache your aunt said she had a toothache عمتك قالت ان هي عندها toothache ألم الأسنان فارس okay no she wasn't there she wasn't there ما كانتش هناك I think she went to the dentist أعتقد أنها ذهبت إلى طبيب الأسنان Two of my friends اتنين من أصدقائي have a cold عندهم برد. The coach the coach المدرب told us to be careful أخبرنا أن نكون careful تاني the coach told us to be careful المدرب أخبرنا أن نكون حريصون when we have a cough عندما يكون عندنا كف كف يعني كحة or sore throat أو sore throat التهاب الحلق we should stay home We should stay home. يجب أن نبقى بالمنزل. Mom, how do you feel? How do you feel? كيف تشعر? Well, I have a backache. I have a backache. Backache معناها ألم الظهر. And I'm worried about my friends. وأنا قلق على أصدقائي. Worried about معناها قلق عن أو على أصدقائي. I hope they will feel better tomorrow. أتمنى أنهم يتحسنوا غد. I hope so too. I hope so too معناها أتمنى ذلك أيضا I hope so too أوكي okay. نزل مع بعض هنا عندي آه listen and learn استمع وتعلم تعال نشوف كل واحدة بتقول إيه What's the matter What's the matter ما الأمر يبقى لما أجي أسأل حد عن المشكلة أو الأمر أو ما يشعر أقول له What is the matter دينا ما الأمر يا دينا Do you have a to toothache هل لديك toothache Yes My tooth hurts. نعم My tooth hurts. Hurts هنا معناها تؤلم وحطيت اس طبعا لهيرت علشان هنا tooth مفرد يبقى My tooth hurts. اوكي ننزل مع بعض. Mom can I have some milk and honey for my cough please? Mom can I have some milk and honey for my cough please هل يمكن أن نتناول بعض اللبن والعسل للكحة من فضلك يا أمي اوتش اوتش اه ماي شولدر هيرتس ده اوتش ده تعبير يقال عند الشعور بالالم My shoulder hurts ماي شولدر هيرتس معناها كتفي يؤلمني shoulder اللي هو الكتف وهيرت معناها يؤلم اوكي نزل مع بعض وات از ذا ماتر وائل ما الامر يا وائل ما المشكله Does your stomach hurt? هل معدتك تؤلمك؟ No, I have a headache. I have a headache. I have a headache. Okay. لا أنا عندي صداع. ننزل مع بعض. Do you have a sore throat? Do you have a sore throat? هل لديك ألم بالحلق؟ Yes, I do. It really hurts. نعم لدي. It really hurts ومؤلم جدا. And I can't talk. And I can't talk. معناها أنا لا أستطيع التحدث. اوكي okay. تعال بقى نشوف الاسئلة اول سؤال عندي هو سؤال الاستماع هنشوف كده مع بعض على unit 2 one day a local farmer was walking along the road with an elephant that walk on his farm اوكي okay, سوري مش دي اسف جدا only five people came to the club today they have problems my friend Tariq hurt his ankle Amr um, had an rake لما went to the dentist because she had to shake. The coach told us to be careful when we have a cough or a sore throat. <applause> تعالوا نشوف الأسئلة مع بعض. Only four people came to the club. خمس أربع أشخاص فقط أتوا إلى النادي. طبعا هنا false علشان إحنا قلنا five. Five بعدين false. My friend Tariq hurt his leg. صديقي Tariq hurt his أَنْكِلُ يعني عنده إصابة في رجلي، في أنكل، في الكاحل القدم، هنا الجملة ترو صحيح أمر هذا كوف أمر عنده كحة طبعاً هنا فولس عشان إحنا قلنا في القطعة عمر هاد and ache أمر لديه ألم بالأذن أوكي. لما هاد toothache لما عندها toothache طبعاً هنا الجملة ترو عشان هي فعلاً عندها toothache. تعال نشوف الاستماع الثاني اسمع معايا محاسبة دينا و هير ماما What is the matter دينا؟ My tooth hurts Do you eat a lot of sweets؟ Yes I do You should go to the dentist You are right مام طيب يبقى دينا talks to her دينا تتحدث مع هير مام يبقى هنا نكتب مام Okay دينا has a دينا عندها toothache toothache يعني ألم بالأسنان ديناز tooth سنة دينا هيرتس هيرتس معناها تؤلم سنتها بتؤلمها دينا should go to the dentist دينا يجب أن تذهب إلى الدنتيست إلى طبيب الأسنان أوكي تعال نشوف سؤال التوصيل. Did you have did you have a good day? Did you have a good day at the club؟ هل قضيت يوما جميلا أو جيدا في النادي؟ يبقى نمبر 1 خدت letter B اوكي نمبر 2 all five people came to the club today فقط خمس اشخاص اتوا الى النادي يبقى نمبر 2 خدت ليتر سي i think lama went to the dentist اعتقد ان لما ذهبت الى الدنتست طبيب الاسنان يبقى نمبر 3 خدت ليتر دي عمر هاز ان ريك عمر لديه الم بالاذن from swimming from swimming من السباحة أوكي يبقى نمبر فور خدت لتر A نسي مع بعض في سؤال choose my friend is at the المكان اللي في دولة هو طبعا الدكتورز doctors doctors, doctors. دكتورز دي معناها إيه معناها عيادة الطبيب يبقى أنا لما أحط أباستروفي إس كده لإسم الوظيفة كده معناها بجيب المكان يعني مثلا لو عندي كلمة بربر حلاق barbers محل الحلاقه butcher بوتشور جزار butchers محل الجزارة chemist صيدلية chemist صيدلي chemist صيدلي اوكي only five people فقط خمس اشخاص came اتو came اتوا الى النادي تي اتو اتوا الى النادي طبعا ما ينفعش ايه wanted أرادوا او اكلوا ولا راوا نكمل مع بعض his ear hurts أذنه تألمه يبقى هي هاز يبقى هو عنده إيه؟ طب هو عنده هنا ألم في الأذن يبقى أذنه تألمه يبقى عنده طبعاً ريك ريك اللي هو ألم الأذن. هي هاز تو سيك هي شود جو تو ذا عنده تو سيك ألم الأسنان يبقى لازم أن يذهب إلى الدنتست الدنتست الطبيب الأسنان. The coach told us to be المدرب أخبرنا أن نكون careful. Careful حريص ما ينفعش طبعا Careless دي معناها مهمل عكسها وساد حزين وباد سيء. He has a he can't talk مش هيقدر يتكلم يبقى هو عنده sore throat sore throat التهاب الحلق. تعالى في سؤال الترتيب سهل خالص معايا هنا سؤال ب هل هنبدا ب does does your stomach hurt هل معدتك هيرت بس تؤلمك does your stomach hurt؟ أوكي، okay, number two. فارس went to, the dentist. فارس went to the dentist. فارس ذهب إلى طبيب الأسنان. Number three. I am, I am worried. أنا قلق عن أصدقائي. I'm worried about my friends. I'm worried about my friends. أنا أنا قلق على أصدقائي. Number four. Doctors used honey. الاطباء استخدموا الهاني هاني عن العسل as a medicine تاني دكتور used honey as a medicine الاطباء استخدموا العسل كدواء تعالى في سؤال البنك تويشن التركيب طبعا عارفين بنبدا اي جمله او سؤال بكابيتال لتر وات از مع ما الامر طبعا هنا كويشن مارك علشان ده سؤال بعد, بعد كده اي اي طبعا اول الجمله اي الضمير I كابيتال اوكي عفوا I يبقى هنعمل I كابيتال كانت توك هو هنا حاطط النقطه بس هنا عندي آباستروفي آباستروفي قبل التي يبقى I can't talk I can't talk معناها انا لا استطيع التحدث اوكي okay. طيب لو جينا بصينا هنا في كلمه دكتور دكتور كده حضرات معناها طبيب لما احط لها اباستروف اس كده معناها عياده الطبيب لو انا مثلا عندي كلمه كيمست كده معناها صيدلي لو حطيت اباستروف اس بقيت صيدليه كيمستس لو انا عندي باربر باربر كده معناها حلاق لو انا حطيت اباستروف اس بقيت معناها محل الحلاقه كمان عندي كلمه بوتشر 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 معناها جزار لو حطيت لها اباس اوف اس بوتشرز بوتشرز محل الجزاره كده اكون وصلت معاك لنهايه الدرس الدرس الاول في الوحده الثامنه اتمنى تكون استفدت فما تنساش لو استفدت من الدرس حاول تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء في درس جديد ان شاء الله